فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الصلاة في المسجد الذي أمامه، إذا كان يحرم الصلاة في مسجد أمامه قبر أو داخله قبر، كيف أفعل إذا لم أجد مسجدا آخر؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صل في أي مكان ليس فيه قبر يا أخي، ولو خارج المسجد، ولو في بيتك أو في بيت زميلك. نعم.